أسئلة المعرفة لبناء الحقيبة التدريبية. هذا التمرين هو عبارة عن 12 سؤال عن بناء الحقيبة التدريبية. سؤال ماذا نريد أن ندرب عليه؟ سؤال لماذا نريد أن ندرب؟ سؤال لمن سندرب؟ سؤال من سيدرب؟ سؤال أين سندرب؟ سؤال بكم سندرب؟ كم التكلفة؟ كم الجهد الموجود حتى نستطيع أن ندرب على البرنامج التدريبي؟ كما تلاحظوا الآن الزملاء ورشة عمل لتحديد 12 سؤال ووضع إجابات لها. الآن في نقاشات وحوارات حولها. كل مجموعة الآن تقوم بعملية التخطيط لأسئلة المعرفة للحقيبة التدريبية. تلاحظون أن الزملاء في ورشة عمل فعالة التخطيط لها. ما شاء الله المجموعات متفاعلة والأخوات أيضا في المجموعة الأخرى هناك متفاعلات جدا ما شاء الله مع المجموعة. كل مجموعة الآن لديها ورقة A0 تقوم بعملية تصميم خارطة. هذه الخارطة هي خارطة أسئلة المعرفة لتصميم الحقيبة التدريبية. مهم تلاحظون خلف المدربين تجد أركان للمجموعات لبناء الحقائب التدريبية. تعرض عليها المجموعة عملها وتعرض عليها أنشطتها. نركز كثيرا على التطبيق العملي للمهارات من أجل تعلم المهارة بشكل فعال. هذه الدورة مقدمة للمشرفين التربويين بإدارة تعليم الباحة. ركزنا فيها على أن يقوم المشرف التربوي بنفسه ببناء الحقيبة التدريبية وتحسين الحقيبة التدريبية وتطويرها. تفاعلهم كبير جدا ما شاء الله. تفاعل أيضا الأخوات كبير جدا كما تلاحظون ما شاء الله. يعني تفاعل كبير جدا مع التمارين والتطبيقات. خلنا نروح عند أحد المجموعات ونشوف نقاشات المجموعة. نسمعهم. اللوز جاي والحمام. لا خلاص أنا قاعد بطلت.